اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى عربيا يطوف بها ويقول يا كريم، فقال النبي فانتقل العربي إلى الركن الثاني وقال يا كريم، وقال النبي، فقال الحبيب وراءه فانتقل العربي إلى الحجر الأسود وقال يا كريم، فقال النبي، فقال الحبيب وراءه يا كريم. فانتفض العربي إلى النبي فقال له أتحسأ بي يا أخا العرب، والله لولا صباحة وجهي وبناء طلعتك لشكرتك إلى حبيبي محمد. فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخا العرب؟ قال والله آمنت به ولم أرى، وانتقلت مكة ولم ألقى. قال له النبي أنا نبيك يا أخا العرب. فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. فنزل جبريل الأمين على النبي فقال له يا حبيب الله، الله يقرئك السلام ويقول لك قل لهذا العربي أن يظن إن قال يا كريم فقال الأعرابي والله يا نور العين يا جد الحسنين لو حاسبني ربي لأحاسبن. قال له النبي وكيف نحاسب ربك؟
قال لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرتي، وإن حاسبني على تقصيري حاسبته على جودي وكرمي. فقال جبريل الأمين: يا حبيب الله، الله يقول لك كل هذا العربي ألا نحاسبنا ولا نحاسبه، هو الكريم هو الرحيم.